أصحابنا أعزاء قدموا من العراق، عائلتين عراقيتين، وبصراحة نحس بفخر وشرف كبير لأن نصطحب العوائل العراقية أيضا بجانب العوائل اللي اعتدنا اعترافهم من الإمارات ومن سلطنة عمان ومن البحرين. نأمل أن نستقبل العديد من العوائل العراقية. نحن الآن في جنوب، أنتم مع أرارات للسياحة، وسنسأل أحد الأصدقاء اللي رافقناهم عن رأيه بالجودة. الأخ أبو حسن، شو رأيك بالجولة اليوم؟ الجولة كانت جميلة جدا ورائعة، وخاصة بالجو جميل جدا خارج منطقة الجلالات جرمو. شلون الطريق كان؟ شوي متعب؟ متعب شوية، صح بعيد، لكنه هذا الشلال ما ممكن ان ينعاف. مو ما ممكن ان ينعاف بدون ما واحد يطلع على المناطق الجميلة الحلوة دي. وهذا ما المياه الحلوة. ايش تنصح معاصرك العراقيين؟ كل ما يزور ارجنتين يعني يتوجه الى هاي المنطقة، منطقة جرمو او جلالات جرمو موجودة، ولو هي مسافة بعيدة يعني، بس هي لازم يزورها لأنها منطقة جميلة جدا ورائعة. يا الله، إن شاء الله أتمنى لكم كل الخير، وإن شاء الله أرافقكم في جولات أخرى. الله ولي التوفيق إن شاء الله. وأنتم مع أرارات للسياحة من جيرموك في أرمينيا.